ونبدأ بالميركاتو لأن ده موضوع الساعة حاليا، والتنقلات العظيمة اللي عمالة تحصل والملايين والمليارات اللي عمالين نسمعها وردود الأفعال وغضب بعض الجماهير من النوادي وغيره والتنافس الموجود حاليا. ونبدأ بقى بباريس سان جيرمان والانتقال الأخير والكتيبة اللي موجودة حاليا، وهل برضو يعني مع تعليقك أنا عايز أعرف هل بتتوقع أن فعلا باريس سان جيرمان يبقى فيه نوع من الاختلاف بشكل بقى ملحوظ جدا في فكرة هنا الدوريات والألقاب والبطولات وغيره؟ طبعا باريس سان جيرمان هو حديث الساعة، لأن ميسي انتقال ميسي لباريس سان جيرمان ده عمل ضجة كبيرة. طبعا ميسي كمان بينتقل بفري ترانسفير، ده برضو كان أمر بالنسبة لنا كلنا غريب جدا. كل الناس تتوقع أنه يبطل في برشلونة، لكن الأمور في الليجا طبعا مختلفة والقوانين في الليجا مختلفة وما فيش استثناء. النهاردة ميسي أحد يعني هو يمكن القيمة الأكبر كانت في الليجا، لكن ما فيش استثناء. رحل فرنسا وكلنا شفنا الضجة. يعني أنا شفت امبارح الجزء اللي ميسي نزل شارك فيه مع باريس سان جيرمان، تشعر وكأن الجمهور نفسه مش مصدق ان ميسي موجود في الملعب. التيشيرت دي غلط، في حاجه يعني غلط. وجمهور نفسه باريس يعني في حاله من الصخب، وان هم يعني سعداء جدا. والاطفال حتى بعد المباراه والجمهور بيحيي اللعيبه وكله بينده على ميسي، ولاعيبه الفريق المنافس وهي كلهم واقفين بيتصوروا مع ميسي، والحارس بيجايب ابنه عشان يتصور مع ميسي. يعني بجد امبارح التعليقات كانت تحديدا على اللقطه طبعاً دي بشكل كبير قوي. زي ما انت قلتي، هي دي حته التسويق، جاي فيك جولين ورايح بعد كده، لكن ميسي قدامي. فهي دي الفكره التسويقيه، ان النهارده انظار الناس كلها تروح للدوري الفرنسي وباريس سان جيرمان. الفريق مفروض ان هو كده مكتمل، هو قبل كده كان مكتمل لكن دلوقتي زاد اكتمالا. فدوري ابطال اوروبا المفروض ان هو ده يكون الهدف الرئيسي، مش حاجه تانية. فكرك ممكن تالق ميسي يعني يخفت نسبيا مع باريس سان جيرمان لاعتبارات معنويه بحته، وفكره ارتباطه المشروط طول عمره وطول مسيرته مع برشلونه؟ اكيد يعني هتبقى تجربه مختلفه. طبعا هو حتى بالنسبه له بيتكلم وبيقول انا يعني في المؤتمر اللي كان عمله في كامب نو لما كان بيعلن خلاص رحيله، هو تخيل ميسي بعد العمر ده كله والتاريخ ده كله بيقول لك انا رايح، انا لسه هبتدي من الصفر، هبني في مكان جديد، حتى على مستوى العائلي ان هو بينقل عيشته كلها من اسبانيا لفرنسا. فاكيد ممكن يبقى فيها تاثير نوعا ما، ولكن اكيد مع توالي المباريات هو راجل عنده حلم ان هو لسه عايز يكمل مسيرته، عايز مزيد من الالقاب، عايز كمان ان هو يقول لا انا لسه السنتين ثلاثه اللي انا مستمر فيهم في الملاعب اقدر ان انا باريس سان جيرمان، الموضوع مش بس مرتبط برشلونه، لا انا ميسي اقدر اشيل كمان باريس سان جيرمان. فاكيد هو كل لاعب بيبقى عنده الحته اللي هو لازم عايز يكسب، عايز على طول يبقى نمبر 1. الصراع بينه وبين كريستيانو السنين اللي فاتت، يمكن الكره الذهبيه مره تروح لليفاندوفسكي مره تروح لمودريتش، فالنهارده هو عايز يحاول ازاي اقدر ابعد كمان عن كريستيانو رونالدو، لان الاثنين زي ما احنا بنقول خلاص بيبطلوا كوره. فمين بقى اللي لما هيبطل كوره هيبقى معاه اكتر عدد من الكرات الذهبيه؟ فكل دي اكيد هتفرق مع ميسي في الفتره اللي جايه.